طبعا اجازه العيد بتكون موسم مهم جدا بالنسبه للسياحه الداخليه والسياحه العربيه، فنادق بقى والمنتجعات اللي بتكون موجوده في المدن السياحيه والاثريه بيكون فيها نسبه اشغال مرتفعه. امبارح غرفه المنشات الفندقيه بالبحر الاحمر قالت انه نسبه الاشغال في فنادق الغردقه ومرسى علم بتتراوح من 85 ل 95%، ودي نسبه كبيره جدا يا جماعه. هي شاذلي مش بس كده، كمان يمكن شرم الشيخ الحقيقه والاقصر واسوان فيهم نسب اشغال عاليه جدا بتوصل كمان ل 85%، ودي نسبه اشغال طبعا كبيره جدا. ده غير طبعا كمان اسكندريه، معظم فنادق اسكندريه كامله العدد في موسم اجازه العيد، ودايما بيكون فرصه كويسه جدا انه الناس تقدر تسافر وتقضي وقت لطيف وتفصل شويه من الشغل والمسؤوليات اللي وراها. اعتقد بيبقى وقت لطيف جدا الناس بالفعل تقدر تسافر وتكتشف كمان اماكن جديده في بلدها. كمان من الحاجات اللي كانت لذيذه في العيد ده انه الاجازه كانت كبيره، كان 6 ايام، اسبوع كمان بالنسبه للعيد، دخل فيها طبعا جمعه وسبت. ده شجع ناس كتيره على السفر، سواء بقى الناس اللي راحت العين السخنه، ناس راحت الغردقه، شرم الشيخ، كمان المدن الساحليه على البحر الابيض من اول اسكندريه بقى والحياد مطروح. ان شاء الله الكل يكون استمتع باجازته، عشان خلاص بكره الاثنين وده العوده مع وقت العوده للعمل بشكل رسمي في كل المصالح والهيئات الرسميه، وانتهاء الاجازه الرسميه اللي هي عيد الفطر المبارك. بس الناس راحت الاقصر واسوان واسكندريه. رحت فين؟ رحت فين يا شاذلي؟ ما رحتش في اي مكان، انا اجازه العيد كنت في البيت. انا من الناس خلاص اللي بقيت احب ارتاح، وبالنسبه طبعا للاولاد وكده دايما انا في الاعياد نتيجه نسبه الاقبال بقى المرتفعه دي انا ما بحبش شويه ان انا اخرج في الزحمه، يعني بحب الدنيا تكون هاديه شويه، فبستنى لما العيد يخلص ونبتدي بقى نشوف اي يومين يكون في اجازه مثلا مع جمعه وسبت فنخرج الثلاث ايام. اهم حاجه يكون في اجازه. يعني المهم انت خرجتي. انا خرجت هنا وخرجت يعني وجيت تاني هنا. يا جماعه طبعا بنعيد مع مشاهدين صباح الخير يا مصر، اكيد ده احلى عيد يعني. على اي حال طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين، وان شاء الله يا رب ينعاد علينا بكل الخير والسعاده والامن والامان. بتصبح على حضراتكم مره تانية صباح الخير والسعاده عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر.